بيقولوا الحب حديقة مزهرة والزواج حقول شائكة. صباح الفل والجمال على مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة وموضوع مختلف من برنامج بيقولوا. معاكم أنا سالي عاطف من دلوقتي والمدة نص ساعة كل يوم أربع الساعة 11:30 الصبح. في البداية خلوني أرحب بزميلاتي اللي مقدمين معايا حلقة النهاردة. صباح الخير يا ندى وصباح الخير يا إيمان. صباح الخير يا سالي وصباح الخير يا ندى وصباح الخير على مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا سالي وصباح الخير يا إيمان وصباح الخير مشاهدينا في كل مكان. خلوني أبدأ موضوع النهاردة بحكاية صغيرة. واحد وواحدة حبوا بعض واتخطبوا، الدنيا كانت جميلة معاهم واتجوزوا وفتحوا بيت. البيت الصراحة في الأول كان مليان حياة جميلة وروح حلوة قوي. بعد فترة من الجواز زيهم زي أي اتنين متجوزين، اكتشفوا صفات جديدة في حياتهم، اكتشفوا كمان إن في عدم تفاهم، عدم تفاهم جوه حياتهم. ده سبب لهم في الأول مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي كانت بتبتدي بزعيق وصوت عالي. مرة واحدة الموضوع قلب بهدوء تام، ما بقاش فيه أي كلام خالص، زي ما يكون كده يعني كل واحد بيتلاشى التاني عشان ما يتكلمش معاه، كل واحد بيشغل نفسه بحاجة علشان ما يبصش للتاني أو يقوله أنت بتعمل إيه. الموضوع ده قلب معاهم بإهمال، الإهمال ده سبب فتور في العلاقة، بقى كمان فيه برود عاطفي، وده اللي بنسميه الخرس الزوجي اللي هو موضوع حلقتنا. الخرس الزوجي ده اللي هو بينتهي بحاجتين، حاجتين احنا عارفين نهايتهم في الآخر، لا إما طلاق لا إما خيانة زوجية، وفي الحالتين هما مصيبة. هي مش مصيبة بس يا ندى، خصوصا لو في أطفال، ده بيطلع لنا جيل مدمر نفسيا وبيعاني من مشاكل وعقد كتير جدا في حياتنا. علشان كده لازم يبقى عندنا وعي كامل بمشكلة الخرس الزوجي، لازم نبقى عارفين أسبابه وأضراره، وكمان لازم نبقى عارفين إزاي نحله أو نواجهه، وهو ده بالضبط اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقة النهاردة. بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا من فاصل مشاهدينا، بفكركم بموضوع برنامجنا النهارده عن الخرس الزوجي. قبل ما نقول اي حاجه عاوزين نعرف يعني ايه خرس زوجي. الخرس الزوجي هو اهتمام، هو ارتباط الزوج وطرفه باي شغلانه تانيه غير حياته، هو يعني تفكيره كله بيروح في مكان تاني غير الحاجه اللي بتحصل في البيت، ان هو ما بقاش خالص عايز يفكر في اي حاجه مع مراته او في ولاده او في بيته. إهمال الطرفين ده بيسبب مشكلة كبيرة جدا، حتى في البرود العاطفي بيسبب مشكلة وهي الخرس الزوجي، لأن الخرس الزوجي بيفقد حاجات كتيرة جدا كانت المفروض تكون موجود بجانب الحب، لأن الحب لوحده مش كفاية علشان يكمل الحياة الزوجية أو يشوفها بمتطلباتها أو بمشاكلها. كمان إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا هي لازم نقابلها، اللي هي كثرة المشاكل اللي بتسبب لها الخرس الزوجي. كثرة المشاكل دي بتسبب نوع من الإهمال بين الطرفين. الإهمال بين الطرفين ده بيخلي كل واحد بيفكر في ناحية لوحده، كل واحد بيكبر دماغه، بيقولوا احنا عايشين تحت سقف بيت واحد لكن مفيش لغة حوار. الحب بيقل، الحب بيقل وما بيكونش فيه حد بيسأل التاني غير سؤال واحد بس، هو ده الشخص اللي أنا حبيته؟ السؤال ده مهم جدا. بس احنا لازم نعرف أسباب الخرس الزوجي، لأن أسباب الخرس الزوجي دي متنوعة. أول حاجة لازم نتكلم فيها هي عدم التفاهم بين الطرفين. زي حكايتنا النهاردة، في ناس بتكون بتحب بعض بتعشق بعض لكن مش متفاهمين، ما عندهمش لغه الحوار ان هم يقعدوا يتفاهموا او يتكلموا او يحلوا مشكله، بيسيبوها ما بيتكلموش فيها، وده طبعا بيسبب فتور في العلاقه. لكن لو قعدنا اتكلمنا وحلناها الموضوع كان هيكون اسهل من الاول في علاجه. تاني نقطه احب اتكلم فيها، النقطه دي هي نقطه مهمه جدا، كثره المشاكل. كل يوم مشكله كل يوم مشكله، ده بيسبب نفاذ الطاقه بين الطرفين، بيبقوا خلاص خدوا بقى ان هم كل يوم مشكله وكل يوم بيحصل حاجه، العيشه بتبقى خلاص لو هيقولوا العيشه سودت وحياتي بقت مش لطيفه، خدوا ان كل يوم مشكله. من هنا بيبدا الخرس الزوجي، ان كل واحد ساكت والتاني ما بيتكلمش. الحقيقه يا ندى ان انا من وجهه نظري ان الفتور العاطفي اصعب بكتير من النقطتين اللي انت قلتيهم في البدايه، بالرغم من ان اصلا الفتور العاطفي ناتج عن المشاكل، بس مش اي مشاكل، المشاكل اللي بتعدي مرور الكرام، اللي بنعديها بسرعه كده من غير ما نحاول اصلا ان احنا نوجد سببها او ان احنا نحاول ان احنا نحلها. فبالتالي لما بتحصل اي مشكله تانية بعدها على طول ولو بسيطه جدا بننفجر في بعض، وده ناتج عن التراكمات اللي متبقيه من المشاكل اللي فاتت اللي احنا ما حاولناش اصلا نتخلص منها. انما الحقيقه احنا لو كنا حاولنا ان احنا نحل المشكله دي
كنا هنعرف نتعامل مع بعض. لما الازواج ان هم ما بيعرفوش ما بيحلوش المشكله اللي ما بينهم، بيحاولوا ان هم يتلاشوا بعض ويكبروا دماغهم من بعض، فبالتالي كل دي ما تبقاش حياه يعني. الصراحه كل واحد بيمشي بمبدا ماشي الدنيا، نزق الدنيا مع بعض، فبتحسهم كده بيأدوا واجب الحياه الزوجيه مش اكتر. هي دي بقى يا بنات نقطة مهمة جدا لازم انها ما تفوتناش، وهي الاهمال. لما طرف يهمل التاني، ما يبقاش مهتم بتفاصيله، ما يبقاش مهتم هو بيحب ايه، محتاج لايه، او بيكره ايه، فالموضوع بالتالي بيتحول لايه؟ لبرود عاطفي بزيادة، وبيقلب بعد كده الكارثة كبيرة، خاصة بقى مع مين؟ الرجالة اللي بيتلككوا علشان يبصوا لبرة. طبعا دي مشكله كبيره يعني لازم نواجهها يعني. وفي النهايه احنا لو بصينا اساسا للنقط دي كلها هنلاقيها مترابطه، وهنلاقي ان كل سبب يعني ناتج عن السبب الثاني، وفي النهايه بنوصل لحاله واحده بس، او يعني اهم نقطه، وهي موضوع حلقتنا النهارده الخرس الزوجي. هو الصراحه يا سالي احنا لو قعدنا طول الحلقه نتكلم عن اسباب الخرس الزوجي مش هنخلص، بس خلوني كده اركز شويه على اضرار الخرس الزوجي، او بالمعنى الاصح الحصاد اللي بيحصده الخرس الزوجي. هنلاقي ان الخرس الزوجي بيوصلنا لكوارث كتير جدا، وكل كارثه اقوى من اللي قبلها. اول ضرر ممكن يبقى الطلاق، بس الحقيقه ده اسهل حاجه او اسهل نتيجه من نتائج الخرس الزوجي، لان اصلا مهمته ان هو يخرب البيوت ويدمرها. اما اهم كارثه او اقوى كارثه هي الخيانه الزوجيه. كل طرف من الطرفين بيبدا ان هو يدور على اللي هو محتاجه او الشيء اللي ناقصه في الطرف الثاني، فبيبدا ان هو يبص بره ويخون الطرف الثاني علشان بس يعوض الفجوه اللي حاصله ما بينهم بسبب الدمار الناتج الدمار الناتج عن العلاقه، عن البرود العاطفي في العلاقه الزوجيه. دي بقى النهايات اللي احنا كلنا عارفينها، واللي السبب فيها حقيقي فعلا زي ما قلت ايمان، بيبقوا هما الطرفين هما السبب فيها، وهما اللي بايدهم المشكله. اللي بيصعب عليا بقى في الموضوع مين؟ الاطفال اللي بيتاثروا بالعبث اللي بيحصل بين ابهاتهم وامهاتهم. يعني ايه يا جماعه ذنب مثلا الاطفال انهم يشوفوا مشاكلكم اللي بتاثر تاثير كبير جدا على نفسيتهم؟ بيطلع يا اما شخص غير سوي، او شخص عنده يعني امراض نفسيه او عقد نفسيه. وفي النهايه برضو في اغلب الحالات الطفل بيكون طفل صامت، فنفضل نلف حوالين نفسنا بقى في نفس الدايره المغلقه اللي مش عارفين بدايتها من نهايتها. دي فعلا يا سالي انت عندك حق، الاطفال هم اكتر ناس بتضرروا من الموضوع ده. الاطفال بيتضرروا من الموضوع ده لان هو بيبقوا قاعدين جوه البيت بيشوفوا الاب والام، فدي نقطه لازم ناخدها بعين الاعتبار، لان ده مش بيأثر على اسره بس، ده بيأثر على جيل كامل، بيأثر على مجتمع، بيأثر على ناس طالعين لسه يعني بيشوفوا الدنيا، بيشوفوا شغلهم، بيشوفوا حياتهم. لازم نشوف حل الموضوع ده، لان الاضرار مش اضرار نفسيه بس، دي اضرار نفسيه وجسديه، ومش هتصيب الاطفال، دي هتصيب الاطفال والطرفين اذا كان الاب او الام. الاضرار الجسديه دي بتبقى جسيمه جدا وبتبقى صعبه، لانها بتيجي نتيجه ضغط، بتسبب امراض ارق، توتر، وفي ناس بيجي لها سكر وضغط عالي بسبب كتر الضغط ده. بالظبط كده، الامراض زي السكر والضغط والامراض العصبيه. احنا بقى المفروض ان احنا نعالج المشكله، يعني المفروض نعالج المشكله، ويستحسن من البدايه خالص قبل ما الموضوع يتحول للشكل المأساوي ده من الاذى النفسي والجسدي. والله ان العلاج اسهل بكتير من كل اللي فات ده، بس يستحسن ان احنا لو حلينا المشكله من البدايه. يعني نقدر نخصص لبعض يوم في الاسبوع كاسره مع بعضنا نتفسح فيه، او نقعد مع بعض فيه نتكلم فيه مع بعض، او حتى لو مره في الشهر نبطل، اهم حاجه نبطل انانيه وتكبر، نهتم باهتمامات بعض، باحتياجات بعض، نتشارك، نتعاون، نساعد بعض. بالظبط، احنا في كمان حلول تانية، بس خلونا نطلع الفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن موضوع حلقتنا النهارده، وهو الخرس الزوجي. اتكلمنا قبل الفاصل وعرفنا ايه هو الخرس الزوجي، وعرفنا اسبابه، وعرفنا اضراره، وكمان سالي قالت لنا ازاي نحله او نواجهه. بس الصراحه انا كنت حابه اضيف على كلام سالي واوجه نصيحه للازواج. احب اقول لهم يا جماعه حاولوا ان انتوا تفهموا بعض وتقربوا من بعض. حاولوا لما تحصل ما بينكم مشكله توجدوا لها سبب وتحاولوا ان انتوا تحلوه. ما ينفعش خالص ان انتوا تعدوا المشكله كده بالساهل من غير ما انتوا تحلوها، لان ده بيؤدي لتراكمات كتير جدا. يعني لما بتحصل مشاكل بعد كده انتوا ما بتعرفوش
تتعاملوا مع بعض بسبب المشاكل دي. فوالله لو انتوا فعلا حاولتوا تحلوا المشاكل دي اول باول، مش هيبقى في حاجه اصلا في علاقتكم اسمها خرز زوجي. وكمان كنت حابه ان انا اوجه نصيحه اكتر للستات عموما، خصوصا لو متجوزه او مخطوبه. لو جوزك شخص مسؤول، شخص بيأدي واجباته على اكمل وجه، شخص دائم عايشك في سعاده، وبس عنده شويه مشاكل في شغله ماديه مثلا، هو مش قادر هو يتكلم معاكي فيها، لانه والله الرجاله لما عندها مشاكل مثلا ماديه او مشاكل في شغله، ده بيخليه شخص عصبي جدا. فانت ما ينفعش لما تلاقيه عصبي بسبب المشاكل اللي عنده دي تتعصبي انت كمان والعلاقه ما بينكم تشتد. لازم انت تقدري ان هو بيشتغل، ان هو بيسعى ان حياتكم تكون اجمل بكتير، ولازم تستحمليه علشان الحياه تبقى احلى وتبقى اجمل. لانه والله العظيم لو كل طرف من الطرفين مشي بمبدا طوله البلده، الحياه تبقى احلى بكتير. كلامك جميل يا ايمان، وانا برضو حابه اوجه نصيحه للازواج. لو لقيتوا الدنيا بقت صعبة ما بينكم وانتوا الاثنين أعصابكم يعني مشدودة، حاولوا تسيبوا لنفسكم مساحة الهدوء، حاولوا تدوا لنفسكم فرصة ان انتوا تهدوا، تقعدوا مع نفسكم تفكروا، تراجعوا نفسكم، وبعد كده اتكلموا مع بعض، اتكلموا عاتبوا بعض، ما تسيبوش المشكلة انها تزيد، وما تزودوش الضغوط على بعض. يعني حتى لو تقدروا تتكلموا مع بعض في انا بحب فيك كذا، انا بحب فيكي كذا، افتكروا ذكرياتكم الحلوة، ذكريات مثلا شهر العسل اللي اكيد كان مليان بذكريات جميلة. حاولوا تتجنبوا المشاكل قدر المستطاع. المفروض لو جوزك دلوقتي شافك زعلانة او متضايقة المفروض يعمل ايه؟ المفروض انه اكيد يقعد معايا، يحاول انه يفهم ايه هي المشكلة، والمفروض ان انا كمان ما اقولوش انت لو بتحبيني كنت عرفت من نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. ابعدوا عن المشاكل، فكروا بحب، عاملوا بعض بالراحة، تعاملوا مع بعض اللي هو يعني احنا صحاب، احنا اخوات، احنا مع بعض، كل حاجة لازم تقفوا عليها نقطة نقطة وتحلوها، مش هيحصل حاجة. عاملوا بعض بالراحة وفكروا في حياتكم ازاي تبنوها وتملوها سعادة، مش تملوها نكد وحزن وخناق طول الوقت. عاملوا بعض بالحنية اللي تخلي كل واحد يبقى عارف ان اللي مهما يروح هيرجع لنفس الشخص. ده حقيقي، مش هيقلل فعلا، يعني مش هيقلل من دورك كراجل لو مثلا اتعاملت مع مراتك بحنية. مش يعني مثلا في رجالة بتفتكر ان انا لو عملت مراتي بحنية او اهتميت بيها بزيادة هي كده هتتكبر عليا، مش هتشوف واجباتها. وفي رجالة بتفكرهم ان انا لو مدحت فيها او قلت لها كتر خيرك او شكرا على كذا هي كده هترتاح في الحتة اللي انا مرتاح مبسوط. فهي لا، انا لازم دايما اعقدها، يعني اخليها تعرف ان انا يعني مش مبسوط من كذا، فحاول هي بقى هتحاول تديني الاكتر، فده مش هينقص من رجولتي ابدا ان انا ابقى حنين معاها. وكمان التقدير دون لا، هو انا بس عايزه اقول حاجه، المفروض ان احنا كلنا يعني دي بتبقى اسره. انت شفت مراتك زعلانه، اتكلم معاها، حاول يعني ان انت تضحكها، متضايقه خرجها، حاول انت تفتح معاها اي كلام، اسالها لو زعلانه منك قول لها انت زعلانه مني ولا لا. وانت كمان برضو انت لو لقيتي ان هو متعصب او متضايق اساليه عن احوال شغله، يعني حاولي ان انت تتكلمي معاه، تشوفي اخباره، اوعي تطلبي منه حاجه مش في قدر استطاعته. بالظبط، لازم الست تبقى يعني مقدره ظروف جوزها، ولازم انها يعني طلباتها تبقى على قد امكانياته، علشان لو هي طلبت منه حاجات اكبر فوق امكانياته ما هيحصل ما بينهم مشاكل كتير. هي لازم تشوف ان الموضوع يسمح ماديا ولا لا، مش تيجي تضغط عليه. وهو برضو مش كل حاجه يقول ان انا بره الشغل فانت في البيت، لا، هي انت ما تشوفش الصوره كده، انت لازم تشوفها ان انت لو شغال هي كمان بتشتغل في البيت، ان انت لو معاك حاجات على ظهرك شايلها كتيره جدا، هي برضو عندها الولاد في البيت، لازم تكونوا قد المسؤوليه، لازم تكونوا قد مسؤوليه البيت والجواز والولاد. يا جماعه فكروا بعقلكم ان الحاجه اللي بتتبني دي ما ينفعش حد ينهيها. يفكروا في اولادهم برضو، ويفكروا في الاطفال اللي زي ما قلنا قبل كده انهم بيتاثروا تاثير كبير جدا نفسيا وجسديا، وبيأثر على دراستهم، بيأثر على سلوكياتهم، بيأثر على كل ده. هم شايفين اكبر مثالين ليهم في الحياه ازاي مثلا بياكلوا في بعض، او ازاي مش طايقين بعض. جو الموده والحب لو انتهى بين الاثنين متزوجين، ولادهم نفسهم يعني هيلجأوا للعواطف دي بره، او هيبقوا هم كمان اشخاص عصبيين سلوكياتهم صعبه. هم لو فكروا يحلوا يعني بهدوء او يقعدوا يتكلموا الموضوع هيبقى اسهل. بالزبط. مش هيبقى فيه مشكله خالص. لكن هي الناس كلها بقت يعني بتخانق معاه، طب خلاص انا هسيبه وادخل. بتخانق معاها، طب انا مش قاعد انا نازل.
لكن هم ما بيفكروش في كده. يعني ممكن تكون اولوياتهم كده، ما هو ممكن يكون نازل عشان يهدى شويه بدل ما الصراع يزيد ما بينهم، هي دي مساحه الهدوء. ما هو ده موضوع حلقتنا، ان بيبقى فيه خرز زوجي، هو انا نازل عشان اهدى بس برضو بيرجع ما بيتكلمش. بالزبط. انت كده ما عملتش حاجه، انت نزلت تهدي نفسك لكن ما نزلتش عشان هي تقعد ساكته. كل واحد بيسيب التاني يهدى لوحده، بس الحقيقه لا ده بيهدى ولا دي بتهدى. ولما بيرجعوا يتقابلوا تاني او لما تحصل مشكله تانية بينفجروا في بعض، بيجيبوا بقى اللي فات. يعني بيجيب بيجيبوا اللي فات انت عملته وسبتني. كل ده في الاخر الاولاد بيطلعوا مدمرين نفسيا للاسف. هو فعلا دي المشكله اللي احنا بنقابلها، ودي المشكله اللي احنا بنواجهها. كونوا قد المسؤوليه، مسؤوليه البيت والجواز والولاد، ودي اهم حاجه في حياتكم. احنا كلنا بنتكلم في الموضوع ده عشان اكيد احنا عندنا نفس الحوارات دي وبنشوفها وبنقابلها وبنتكلم فيها. النهارده كان موضوعنا عن الخرس الزوجي. اشوفكم في حلقه جديده يوم الاربعاء الجاي قبل نص ساعه من دلوقتي. اشوفكم على خير.